استضيف ايضا كابتن وقائد الفريق اللي يمكن جوكر في النادي الاهلي محمد مسعد، سنتر، ظهير، محور، بعض الاحيان نشوفك في الاطراف تلعب. اليوم الاهلي مختلف تماما عما شاهدناه، رغم الاحاديث اللي كانت تسبق المباريات السابقه ان الاهلي سيعود، لكن في هذا اللقاء لم يتحدث احد من الاهلي سيعود، لكن وجدنا الاهلي بالفعل في الملعب عاد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. مباراه اليوم كنا نطمح في تحقيق 3 نقاط، الله ما اراد. قدمنا مستوى الحمد لله، الكل يعني شاهد على المستوى ذا. نحن صراحة من مباراة الوحدة كنا متفقين انه بداية اول مباراة في الدوري لنا مباراة الوحدة اللي فاتت، حققنا 3 نقاط فيها. مباراة اليوم كانت ثاني مباراة بالنسبة لنا كأهلاويين انه نحقق فيها 3 نقاط، نرضي الجمهور، نرضي المحبين اللي في جدة. الحمد لله على كل حال. بس اللي في جدة؟ اللي في جدة واللي في جميع انحاء المملكة واللي خارج المملكة كمان. الحمد لله قدمنا الشيء اللي يرضينا، فصرنا نفكر دائما انه نحن نقدم المستوى ولا النتيجة أمر طبيعي، فأمر الغيب الله إذا أراد يعني تعادل أو فوز أو هزيمة هذا أمر الغيب، أهم شيء إنه الواحد يقدم ويلعب بروح ويلعب بحماس. تفاني تعامل المدرب معكم كلاعبين في النادي الأهلي وتعامل معكم كنجوم، هل ساهم في عودة الأهلي، في عودتكم، في تعاملكم مع وتعاطيكم مع المباريات؟ والله الصراحة أخ رياض يعني أنا لو أتكلم في المدرب ما هو في حقه، لكن أنا أتكلم من الجانب النفساني. المدرب يعني قضى شوط كبير معانا حنا كلاعبين، قدر كيف يطلعنا من الأزمة اللي كنا فيها، دوامة الخسائر المتتالية ورا بعضها. الحمد لله لك يا رب قدرنا نطلع نوعا ما، عندنا مباراة إن شاء الله نهاية الدور الأول أمام شقان نادي الرايد، يعني ما نفكر إلا في 3 نقاط. طيب البطالة 3 نقاط لازم نجيبها، بخصوص إنه نبدأ إن شاء الله الفترة الثانية أحسن من كذا إن شاء الله. خليك معنا وناخذ سؤال من زميلنا عبدالعزيز البكر في الاستديو، تفضل عبدالعزيز. رياض، تحية خاصة طبعا للجوكر اللي سميته الكابتن مسعد. طبعا السؤال مباشرة، هو لاعب محترف ولاعب مميز يقوم بما يطلبه من المدرب، ولكن لو أتيح له الخيار لأن يلعب بأفضل مركز يستطيع أن يقدم فيه أداء مميز، فأي مركز يختار؟ الزملاء في الاستديو يقول بما انه انت سميت المسعد الجوكر الاهلي، خلينا نساله الخانه اللي يرتاح فيها محمد مسعد ويمكن يقدم فيها افضل ما يملك، اي خانه انت ترتاح لها مسعد؟ والله اكيد الخط الوسط انا ارتاح فيه، يعني بخصوص اني انا بدايتي في خط الوسط، بس من اجل الاهلي انا العب في اي مكان ما عندي مشكله، انا اقدم الغالي والنفيس من اجل الكيان الاهلاوي. هذا هو الاحتراف في لاعبتنا، نتمنى لجميع اللاعبين السعوديين. نشكر لك كابتن محمد، وهذا ستار كيال يعطيك العافيه. يعطيك الف عافيه، وامسي على الاخوه كلهم في الاستديو. خلاص شكرا بسيط، خلينا نشوف الاسئله.